قدم زاد اما دمرا قورم ام حاضرين بو بيشوا بمشاركة عربية ودولية تنطلق اليوم فعاليات مهرجان السينما ضد الإرهاب والذي يشارك فيه أكثر من 40 فيلماً منهم الوثائقي والروائي والأنيميشن. كونوا معنا وتفاصيل أدق. اليوم هي كانت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان السينما ضد الإرهاب. هذا المهرجان يعني بالأفلام اللي موضوعاتها وسيناريوهاتها هي تحتوي موضوع الإرهاب ومكافحته والتطرف والعنف. المهرجان كان مشارك به 39 فيلم، من ضمنها أفلام دولية ثلاثة وأيضا أفلام من وسط وجنوب العراق وبحضور فنانين كبار. طبعا هو تجمع شبابي بالدرجة الأولى، الأفلام القصيرة للشباب يتحدث عن الإرهاب، والإرهاب في هذا المهرجان لا يعني الإرهاب المتعارف عليه بشكل عام، وإنما إرهاب الفكر، إرهاب الاجتماعي، إرهاب السياسي، كل أنواع الإرهاب يجي في هذا المهرجان. نتشرف اليوم بالحضور إلى مهرجان السينما ضد الإرهاب السادس، هذه الدورة السادسة. طبعاً هو المهرجان دائماً يكثف الأفلام على الأفلام المناهضة ضد العنف وضد الإرهاب وأيضاً ضد الإرهاب المجتمعي. الإرهاب ممكن انتهى أو شبه انتهى من بلدنا الحبيب، لكن ما زلنا نعاني الإرهاب المجتمعي. الأفلام الآن اللي تتصب وتشارك، أكثر من 42 فيلم يشاركين بهذا المهرجان، هم الأفلام اللي أعظمها وأغلبها تتحدث عن الإرهاب المجتمعي، عن الإرهاب الأسري.